طبعا الغنم نقصها يا انها موسم، هذا موسم، هذا الوقت، هذا نقوم نبلش نقص، هذا موسم كل سنه تنقص الغنم تستفيدها من شان الهواء، من شان الحمومات، الغنم تدود يصير بها قمل او يصير بها شيء، هاي الغنم تنقص ينشال عنها الصوف. وعلى الطريقه هاي احنا مستمرين. نقص الغنم سنوي، تستفيد الغنم بهالحالة هاي، تستفيد كتهوية وكحال، تحسن حالها أحسن، ونستفيد إحنا كذلك من الصوف كفرش وكجهاز عرايس يصير القصاص طبعا عن طريق الفزعات بيناتنا، مثلا كل من يفزع الجاره ابن عمه قرابته يفزعون 15 10 على مع بعضهم، كل يوم يقصون غنم مثلا، راع الغنم بهالحالة يكرم ويذبح ويسمي الكرم، هذا يسميه عيد للغنم. نجمع الصوف من رعاة المربين الأغنام موسم القصاص، نجمعه ونصدره برا، في ناس من برا تأخذه منا صدره على معامل، في ناس تعمل منه نسيج، ناس تعمل منه ألبسة، ناس تعمل منه سجاد، نأخذ منهم الصوف نبيعه، احنا نأخذ هنا الكيلو ب 300 يجوز، احنا نأخذ هناك نبيعه ب 400 500 حسب ما قال يمشي السوق.